إذا للحديث عن التناقض بين ادعاءات رفض الكراهية وممارسة هذه الكراهية الدينية من جانب أحزاب السلطة وميليشياتها في العراق، ينضم إلينا عبر الهاتف من فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا ضياء الشمري. أستاذ ضياء، مرحبا بكم. بيان لخارجية حكومة السوداني الذي يقول إن القرار الأممي جاء بجهود حكومة بغداد، طبعا معلوم للجميع ولحضرتك بأن ما مارسته وتمارسه الميليشيات في العراق من انتهاكات لحقوق الإنسان، ما هدف وغاية هذا البيان إذن أستاذ ضياء؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الجميع. الله الأمر غريب جدا، يعني هذه المتناقضات وهذا الازدواج بالمعايير بما تتصرف به الحكومة العراقية، لربما هي رفعت بيان أو رفعت كتاب للأمم المتحدة تدين هذه العملية، وهذه من حق الحكومة العراقية، لأن الذي قام بالحكومة بهذا العمل الشنيع هو من أحد أفراد هذه الحكومة العراقية، هو منتمي إلى الحشد الشعبي وشيء معروف وهو موجود ومصور، يعني لا تنكر الحكومة العراقية أنه هذا الشخص كان من أتباعها وهذا الشخص محمي بحمايتها طيلة هذه الفترة. يعني الأمر غريب، يعني وتتنكر له الحكومة العراقية وترفع التقرير ضد هذا الشخص، ولربما هذا الشخص مسيس أو لأغراض شخصية يبتغيها هذا الشخص من الحكومة السويد حتى تمنحه اللجوء وتمنحه الإقامة الدائمة وإلى آخره من مواصفات يريد بها الحصول عليها من خلال هذا التصرف الوحشي الذي قام به. ولكن الحكومة العراقية أيضا مدانة بنفس الوقت أنه لماذا تقوم هذه الحكومة العراقية بإصلاح الطائفية الموجودة في العراق؟ الميليشيات هي التي تتحكم بالعراق، والميليشيات هي ميليشيات طائفية، وهذه الميليشيات هي التي تأمر الحكومة، ولا تقدر الحكومة على تجاوز هذه الميليشيات بقراراتها السياسية الداخلية والخارجية. مع الأسف أن الحكومة العراقية تريد تغض النظر عن كل الجرائم التي ترتكبها الميليشيات وترتكبها الحكومة العراقية وبعلم الحكومة العراقية، وتتخذ قرار ضد هذا الشخص، يعني الأمر غريب حقيقة. أستاذ ضياء، سلوان موميكا كان عنصرا في الحشد، ولكن بعد حادثة إحراق نسخة من القرآن الكريم، هل يمكن أن نثق بالعملية السياسية والأحزاب في العراق على أنها تحترم الحريات الدينية بعد ذلك؟ حقيقة هذا الأمر يعني منفي قطعا من كل المنظمات الحقوقية. ماذا يجري بالعراق وماذا يجري بالسجون العراقية والاعتقالات العشوائية التي تقوم بها الحكومة العراقية بشرطتها وبجيشها، هذه العمليات وخطف الناس من بيوتهم واعتقالهم الناس، ولحد الآن احنا مفقودين ابن آلاف مفقودين من قبل هذه العمليات الوحشية التي تقوم بها الحكومة العراقية. ومنادات منظمات المجتمع المدني ومنظمات الحقوقية من ضمنها منظمتنا قاعد نطالب بإجراء الجدي بهذا الموضوع، ولكن الحكومة العراقية تريد أن تغض النظر عن كل الجرائم التي ترتكبها وترتكبها لحد الآن بهذا الموضوع، وتوجه رسالة للعراقيين، ومع الأسف العراقيين واعين بهذا الأمر. الحكومة الموجودة في العراق هي حكومة طائفية، وطائفية بحت، من المؤسسين الموجودين في الحكومة كلهم طائفيين، من نور المالكي ولا أصغر موظف موجود في هذه الحكومة. أستاذ ضياء، مع إعلان الحكومة هدم مسجد السراجي في محافظة البصرة، يعني هل هذا الإجراء حدث صدفة أم ممنهج من قبل الحكومة الحالية، حكومة محمد الشيع السوداني؟ هذا خير دليل، هذا خير دليل على أن الحكومة العراقية بممارساتها في العراق هي ممارسات طائفية وضد مجموعة معينة من الشعب العراقي، وهذه الممارسات بهدم الجوامع ومضايقة الناس في أداء واجباتهم وفي أداء شعائرهم الدينية. لحد هذه اللحظة الحكومة العراقية لا تحمي مواطنيها من الطائفية ومن الميليشيات المسلحة اللي تتبع ليست العراق، ومع الأسف تتبع إلى ولاية الفقيه الإيرانية، وهذه ولاية الفقيه
هي التي تأمر وتوجه هذه الميليشيات بعدم استقرار البلد بهذه العملية، وتهدم الجوامع وتهدم كل شيء. أستاذ ضياء، عن بطريرك الكنيسة الكلدانية السيد ساكو، كيف تقرؤون إلغاء قرار رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد مرسوم تعيين بطريرك الطائفة الكلدانية؟ هل هذا تدخل في الحريات الدينية، تعتقد ذلك أستاذ ضياء؟ بالتأكيد، لأنه هذا القرار اللي اتخذته الكنيسة بتعيين هذا الشخص، هذا قرار تابع للكنيسة وليس تابع، هو ليست موظف عند الحكومة العراقية حتى يعترض رئيس الجمهورية. لماذا لا يعترض رئيس الجمهورية عن المغيبين اللي عددهم بالآلاف الموجودين في العراق؟ لماذا لا يعترض رئيس الجمهورية على إعطاء الجنسية أو هوية الأحوال المدنية للعراقيين الموجودين في المخيمات؟ لماذا لا يعترض بإصلاح وإعمار المناطق المنكوبة في العراق، في كل العراق، في الموصل والمنطقة الغربية؟ لحد الآن في الموصل الأنقاض موجودة والموتى موجودين تحت هذه الأنقاض. لماذا لا يعترض على هذه الأفعال التي هي ضد الإنسانية وضد حقوق الإنسان وضد كل شيء؟ هل هو التصرف مالته يعترض على قرار كنيسة؟ يعني أنا مستغرب بالأمر. أنت يدخلك يا أخي بهذا الموضوع؟ أستاذ ضياء، هناك تعتيم على الانتهاكات ضد الحريات الدينية، وأيضا هناك تعتيم أكثر على ترسيخ الطائفية في العراق، ولكن من المستفيد الأكبر من هذا التعتيم؟ هذه الضعضعة في اللحمة الاجتماعية في العراق هي تستفاد من عندها إيران حقيقة، يعني والدول التي أتت في السلاح ودمرت هذا البلد بالأكمل، وهي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وبريطانيا هي أول من زرعت الطائفية في العراق. هي هذا الموضوع يجب أن يدرس وبصيغة مباشرة وبصيغة وحقيقية من قبل الحكومة العراقية، ولكن الحكومة العراقية هي يعني ليس لها أمر في هذا الشأن، وإنما هي ترفع التقارير التي تكتب وتملأ عليها. من فيينا، أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا ضياء الشمري، شكرا جزيلا لكم.